بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ندرس إن شاء الله يا جماعة كيفية الوضوء بصورة مبسطة وسهلة. أول حاجة يقول بسم الله الإنسان، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فيقول بسم الله. إذا كان في الحمام دار يتوضأ جوا الحمام، بعض العلماء قالوا يقول بسم الله قبل ما يخرج جوا الحمام، وبعضهم قال يقول في سر جوا. المهم، وإذا كان بر الحمام يقول بسم الله. وموضوع النية في ناس بيفهموه غلط، يقول لك ده ننوي أتوضى، يقوم يقول باللفظ يقول نويت أنه أتوضى كده ويفتح الماسورة. لا، النية جماعة مكان القلب، ما بتتكلم بها لا جهرا ولا سرا. والنية تعريفها هي عزم القلب على فعل العبادة تقربا لله تعالى. فمجرد ما عزمت انك ماشي تتوضا، دي النيه، ما في داعي تحدث بها نفسك سواء كان جهري ولا سري. طيب، اول حاجه تبسمل، تقول بسم الله، وتغسل كفينك ديل 3 مرات كما في حديث عثمان بن عفان، وصف لنا صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما تغسل كفينك اليمين والشمال 3 مرات، بتشيل مويه وتدخل جزء منها في فمك وجزء في انفك. في الفم تحركه تمج تنظف، وفي الانف تدخله شديد تبالغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني إلا في حالة الصيام ما بتبالغ، لأنه بينزل في الجوف وبيفسد الصيام. لكن في غير الصيام لابد تبالغ في الماء الذي دخل في الأنف وهو الاستنشاق. تفعل ذلك 3 مرات، تاني تشيل مواء الفم والأنف، وتفعل كما فعلت في الأول، وتاني تشيل مواء المرة الثالثة. بعد ذلك تشيل مواء تغسل وشك، ممكن بيد واحدة، والأفضل تغسل وشك بيدينك الاثنين يا جماعة. الوش يبدأ من فوق من منابت الشعر المعتاد. ليه منابت الشعر المعتاد؟ لأنه زول ممكن يكون عنده صلعة، فيبدأ من منابت الشعر المعتاد، محل الشعر الأصلا، ويغسل تحت ومن اليمين للشمال كل الوش، يغسله كامل ما يخلي شيء. إذا نبتلو لحية وهي كثيرة بيشيل مواي بيخللها، اما اذا ما عنده لحيه او بسيطه بيغسلها خلاص مع الوجه مره واحده. وتربيه اللحيه للرجل المسلم واجبه، واجبه، ما هي مستحبه ولا هي واجبه، لانه النبي عليه الصلاه والسلام قال اعفوا اللحى وجزوا الشوارب، وقال ارخوا اللحى، وقال وفروا اللحى وانهكوا الشوارب. وكثير من المسلمين الليله للاسف بيعملوا العكس، يحاكوا الخواجات واليهود والنصارى، يخلوا شنب ويحلقوا شنو؟ يحلقوا اللحيه، وده باطل. فيغسل وشه 3 مرات والوش كامل، ما يخلي حتة ناشفة يا جماعة في أي حتة من أعضاء الوضوء، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للعقاب من النار. بعد ذلك يشيل موية، يغسل يده اليمين من فوق ثاني لحد شنو المرفق الأيمن، يدخل المرفق ده جوه في الغسيل، وما يبالغ يوديها لحد هنا الموية، وكمان ولا يخليها هنا، إنما يدخل معه بس المرفق، يغسل ثاني، يشيل موية ثاني، يغسل مرة ثانية 3 مرات، وكذلك اليد اليسرى. بعد ذلك ببل يدينه بالمويه، بيمسح راسه من قدام من منابت الشعر المعتاد لحد ورا، ويجي راجع من ورا لحد قدام بمويه واحده ماشيه وجايه. يبل يدينه يمسح اذنينه من الداخل هكذا ومن الخارج هكذا، شفت كيف؟ طيب، بعد ذلك يغسل كراعه اليمين لحد فوق الكعبين 3 مرات، وغسل كرعه الشمال 3 مرات، وما ينسى يخلل بين الأصابع، يعني ينظف بين الأصابع، أصابع الرجلين. ومن السنة بعد ذلك يقول الأذكار الواردة بعد الوضوء، وإذا ما حافظها خلاص يكتفي بهذا الوضوء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.